شخصيات سياسيه ومدنيه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. الحمد لله بفضله وعونه تم افتتاح مسجد الحمد على يد السيدة الفاضلة العاملة صاحبة جلالة نصره الله السيدة خديجة الشويخ على عمالة الحي الحسني. الحمد لله هذا المسجد هو صرح معماري بني على طراز رفيع استعملت فيه الهندسة المغربية المحضة والتراث المغربي فيما يخص النقش على الخشب إلى غير ذلك. إذا سكان هذا الحي كانوا في حاجة ماسة لهذا المسجد ولافتتاح هذا المسجد، والآن بعد انتظار 5 سنوات وحيث كان المسجد على في قد قمل بنيانه وتم تجهيزه ولكن مساطر إدارية منعت من فتحه، والآن الحمد لله بعد مرور خمس سنوات تم فتحه، وكما يقال لكل زمن رجالاته وأن للإنسان ما نوى. الحمد لله ورمضان مبارك سعيد، أهله الله علينا باليمن والبركة، وحفظ الله مولانا الإمام ملك المغرب محمد السادس نصره الله وأيده، وأدام على بلدنا الأمن والأمان، وأشع بيننا بين الإخوة المغاربة المحبة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الاشتراك بقناتنا.